خلاص انا عرفت دلوقتي انه انا الحرق بتاعي تمام من انه شعري ما بيقعش، جلدي ما بيقشرش، فيا نفس، بخس على الميزان، عندي طاقه بالظبط. انا كده معدل الحرق بتاعي كويس. طيب انا دلوقتي يعني حصل لي كل الحاجات اللي انت قلتي عليها، معدل الحرق بتاعي مش لطيف، اعمل ايه؟ ابتدي اعمل دايت. وانا بعمل الدايت ما بخسش؟ ما هو لا، في بقى حاجه ماشيه غلط، يعني في حاجه لو انا ما بخسش على ما حضرتك كل ده بقى هنا النهارده عشان نرد على السؤال ده. مهمين جدا. بصي، لو عندي مشاكل صحيه، اوكي، يعني في امراض زي مشكله في الغده الدرقيه لو ما بتشتغلش كويس، الغده الدرقيه دي بتفرز هرمونات بتشغل الميتابوليزم، ده بالبلدي بس عشان لو في اي حد بيتفرج، انا ما بستخدمش كلام او مصطلحات تكنيكال. يعني لو في مشكله في الغده الدرقيه لو بتشتغلش نعمل كتير إيه بقى؟ تحاليل، لازم نروح للدكتور، هنا دكتور على طول، ما ناخدش ادويه من نعالج الغده قصدي. طبعا. أوكي. في عندك غده من الغدد مسؤوله عن الادرينالين، دي بتفرز هرمون اسمه الكورتيزول، مش الكورتيزون، لو زاد في الجسم او قل في الجسم بيعمل مشاكل. خلاص، عندك امراض تانية، ده حتى الانيميا ممكن تاثر على بشكل غير مباشر على الميتابوليزم بتاعتنا. يعني انا لما اكون بعمل ريجيم دلوقتي والسكر طبعا وما بخسش كويس، ارجع بقى اكشف لازم. اشوف انا عندي ايه من الحاجات اللي انت قلتي لازم. عليها لازم وعالجها عشان جسمي يبتدي يحرق. طبعا النهارده لو انا ما عنديش مشاكل صحيه وبتمرن وباكل اكل صحي، استحاله ما اخسش. سؤال